محضر لكم شيء يعني أعتقد أنه ينفع في الشتاء شوي. ألعاب الخفة وعالم ألعاب الخفة، هذا العالم المجنون اللي موجود، وكثير من المواهب السعودية اللي طلعت فيه. نتكلم عن أسماء يمكن لمعت فترة الفترات. اليوم عندي نجمين إن شاء الله قادمين، عبد الله ماهل وجنى الصالح. رحب فيكم. يا أهلين وسهلين. هلا والله أستاذ يوسف، يلا حية. جنى أهلا. أهلين. أنت أصغر الظاهر لاعبة خفة صح؟ صح. عبد الله أبدأ معك، دخولكم هالعالم يعني سؤال كذا أبغى إجابة واضحة، هل هو موهبة ولا علم وفن ولا مع بعض؟ جميع ما سبق. يعني أول شيء تبدأ بموهبة ولازم تتعلم فيها. شوف أنا أعلمك. بالنسبة لعالم الخفة، بتكلم عن عالم الخفة، في ناس تستخدمك كهواية، فقط هواية، ممكن ما يطورها، تعتبر لازالت هواية. أوكي. في ناس تطور الهواية هذه وتكون موجودة جواته لأنه شغف، قاعد يطور الشيء هذا علشان يعطيه بعدين زي ما هو قاعد يعطيه الحين. حلو. كده تصير موهبة. وفي ناس لا، ما عندها الهواية هذه، فممكن تتعلم الشيء هذا. في الآن أكثر من طريقة للتعلم، بحيث أنها تصبح هواية بعد التعلم، وممكن تصبح موهبة له بعد التعلم إذا طور عليها وإذا استمر خاصة بالشيء هذا. جنتي يعني وش اللي دخلك في هذا العالم اللي يمكن بعض يشوفه صعب معقد ويحتاج لناس ما أعرف؟ حضرت عرض للأستاذ عبد الله ماهل. جاني فضول باللي يسويه. كان نفسي أني أدخل أجرب المجال هذا، والحمد لله دخلنا وتدربنا وتعبنا كثير، بس أننا وصلنا للحاجة اللي إحنا فيها الحين. شوفوا أنا أعتقد اللي يشوفونا يتوقعون أنه بيصير فيه ورق ومدري إيش والحركات اللي الدارجة. بعطيكم مساحتكم وبشوف إيش عندكم، يعني والله أنا أعرف أن عندكم شيء مجنون ومهو طبيعي. شوف أبغى أقول لك أرقام وأشياء غريبة. أبغى أقول لك شيء، ورق ما راح أستخدم معك اليوم. طيب ليش معي أنا؟ ليش؟ أبداً. شخصاً أنا معين؟ لا لا مو شخصاً. طيب. أنا حاب أبهرك. أبغى أطلع لك بشيء جديد. أوكي طبعاً. الشيء اللي حنا بنسويه الآن هو فكرته موجودة. إيه؟ ولكن سعودياً ما حد سواها. عارف فكرته موجودة. فهمت علي؟ هذا الشيء اللي أنا أبغى أتميز فيه. حلو. إني أخلي جنى تشوف من خلالي أنا. فهمت علي؟ ما تكون كيف؟ شايفة شيء. أنا بربط عيونها، جايب الشال أوريدي معايا. أوكي. بربط عيونها ويكون واضح لجميع المشاهدين أنه جانا ما تشوف شيء، وحاول أسيطر على عقلها وتشوف من خلالي أنا فقط. فهمت علي؟ فعن إذنك أبغى أربط عيونها. أبد الساحة لك حبيبي. خليك جالس. أوكي. أولا أربط عيونك بالطريقة هذه. واضح انه جنى ما تشوف شيء. حلو. جنى ابغى وجهك يكون هناك، لفي وجهك بالطريقه هذه بحيث فعلا ما تكوني شايفه شيء. حلو. تبغانا نلف ظهره لا اعتقد كذا كافي. كذا كافي. ابغى اخلي الوضع لك، يعني بمشي على حريتك انت. تبغى اخلي ظهرها موجود لا هنا؟ لا كافي كذا. اوكي. شوف ابغى اقرب لك عادي بالطريقه هذه. نقاط ضعف الانسان اكيد اعرفها في هنا، ما نبغى نذكر الأسماء. هذه نقطة ضعف هنا. أنف. لا تنطق، انتبه. أوكي. هذه نقطة ضعف. نقطة ضعف برضه. نقطة ضعف كمان. نقطة ضعف من بين الأشياء هذه أبغاك تختار، بس لا تعلمني، أبغاك تلمسها فيني أنا نقطة الضعف هذه. يعني أشر عليها. أيوه أبغاك خعد أكثر. إيه. أوكي. خليك ضاغط أقوى. حسيتي باللمسة؟ بالساق. ركزي معي زين. أبغى أحس فيها أنا. تعال. هي مو مركزة، خايفة. خليك ضاغط أقوى. خليك ضاغط أقوى.
بالمرفق. ركزي زين، ركزي زين جنى، لا تخافي من التصوير. أنا أبغى ألمس الشيء هذا علشان أنت تحسي فيه. أوكي. بالبطن. صحيح، بالبطن، لأنه أنا حسيت فيه. طيب اختار، بس خليك مركز أكثر. اختار منطقة؟ أي بس لا تتكلم عنها. في عندنا هنا وفي هنا وفي هنا وفي هنا وفي هنا. اختار. بختار هنا. حاول تضغط أقوى. ها، وين حسيتي فيها؟ بالكتف. في الكتف. وين؟ أي كتف؟ اليمين. صحيح، في اليمين. طيب خلينا نجرب شيء أبعد. جوالك معك؟ إيه. حلو، افتح لي جوالك. صراحة يعني ما أدري. شوف، من صعب الموضوع أكثر، خش على الآلة الحاسبة. أوكي. أوكي. أبغاك تكتب أرقام عشوائية بس ما تشوفها عشان ما يكون في اتفاق قدام الجمهور. أرقام عشوائية يعني؟ بس ما تشوفها أنت كمان، عينك بعيني. احذف كل شيء، عينك بعيني. طيب كتبت؟ بس وقف، حط زائد، شوف الزائد هذه. اكتب أرقام عشوائية كمان. حط يساوي. طيب بس لو نلف جنى ايش رأيك؟ نلف جنى مو مشكلة. ايه يلا جنى. أقول كذا يعني؟ ايه وقفي، خليك واقفة معاي أصلا يعني. تعالي هنا شوية، خليك ماشي معي بس كذا. ما أعرف وش هالعالم الغريب. أوكي جنى تعالي معي بس كذا. أيوة أيوة أيوة. تعالي اجلسي كذا. اجلسي اجلسي، خلاص اجلسي كذا. تمام تمام، خلاص رضينا. طيب أرقام عشوائية؟ لا بدون ما أشوفها صح؟ إيه بدون ما تشوف. بعدين زايد؟ حط أرقام ثانية علشان يصير كل شيء عشوائي فعلا. أوكي. حط يساوي، هذه أرقام عشوائية طلعتك. خلينا نشوف الحين، نشوفها عادي. إيه أعطيني الجوال. طيب بس خلينا على الكاميرا. الكاميرا عطني. إيه أنت حط حروف، شيل الحروف. إيه بجت كذا شكلها. إيه. طيب. حط أربع أرقام، خمسة. طيب. أرقام عادي. أوكي أنا كثرت يمكن أرقام. أول مرة أشوف حاسبة فيها حروف. طيب أوكي، شوف الرقم ولا يمدي ما يمدي طلع معنا. واضح؟ واضح الأرقام. أنا بقرب عادي. إيه. تمام. ما أعرف واضح الرقم. أوكي أكيد تمام، أنا أشوفها مو مشكلة. شافته الكاميرا خلاص؟ إيه. خلي الكاميرا لا زالت تشوفها. أوكي أنا أشوف من هنا عادي. جانا متصلة الآن؟ متصلة. نروح للرقم الأول، كم يا جنى؟ 7. أبغى الرقم اللي بعده. 1. بدون، خلاص أنا أعتقد الرقم الآن. عشان ما يمكن أحد يربط أنه ممكن يشوف من هنا. طيب أوكي. طيب أعطني الحين. أعطيني أنا كيف؟ تفضل. بس يكون بجهة. نجري اللي بعده كم؟ 8. شايف الرقم؟ واضح. أبغى اللي بعده جنى. 1. كمان كملي. 9. نروح اللي بعده جانا. 7. نجي لآخر رقم كم؟ 8. شوف على شوف على الكاميرا يا جماعة. يعني فعلا ما أعرف، شيء غريب، شيء غريب. هذه لعبة خفة؟ ما أعرف إيش يسمونها أنتم. هو مو لعبة خفة، هذه أبدا ما لها علاقة بالخفة. هذه وش اسمها؟ هاي تخاطر، تخاطر بحت. هي تشعر فيك، تحس فيك. أيوة. حتى نسبة الأخطاء قليلة. أيوة. في الأرقام ما في ولا نسبة خطأ. ليه؟ يعني قبل أنا شوي في الإحساس وهذا يمكن أخطأت في بعض. بس ليه أخطأت؟ بس لأنه أنت ما ضغطت المكان، لازم أنا أحس في المكان عشان هي تحس فيه. لما أنا ضغطت نفسي ترى ضغطت نفسي. اسمها تخاطر؟ تخاطر فعلا. هنا ليه جابتها صح؟ لأنه أنا قاعد أشوف، تشوف من خلالي. فهمت علي؟ لما أنت تضغط المكان اللي مفترض أن تضغط، لازم تضغط بقوة عادي. كسرني مو مشكلة. فهمت علي؟ أهم شيء يوصل على الإحساس. أنت ما كنت ضاغط المكان، كنت لامس. كيف يوصل له الإحساس؟ بالتخاطر، تخاطر بحت. كيف وصلت إلى مرحلة اسمها التخاطر؟ شوف أنا أعلمك، هذه فكرة موجودة يعني فعلا شيء غريب. هذه فكرة موجودة لكن سعوديا مين موجودة. أنا أحب أقرأ، أبحث، أطلع. عرفت علي؟ ليه؟ عشان أبغى أتميز أنا بشيء معين.
حلو، فطورنا حاجة هذه. أنا أول قلت لها نبغى نسوي حركة كذا كذا، قالت مستحيل تصير. قلت لي مستحيل، نتدرب عليها تصير، عرفت؟ فتدربنا عليها وفعلا صارت. رجعت لها قلت ها مستحيل، قالت لا مو مستحيل. تبغانا نزيد ولا فك عيونها خلاص كذا؟ لا فك عيونها. أنتم طبعا عبد الله من مخرجات اليوم التجربة الجميلة والمميزة لـ MBC أكاديمي اللي لفت المملكة وفي رحلات إبداعية الفترة الماضية، يمكن حتى الحفل الختامي اليوم. التقطنا صراحة هالموهبة الغريبة عندكم بهالإبداع وهالجمال. شكرا لكم لوجودكم. الله يسعد لي قلبك. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ويزيد نسبة التخاطر عندكم يعني بشكل أكبر إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نحتفل فيكم قريبا. شكرا عبد الله ماهل. شكرا دينا الصالح. حبيبي عفوا عفوا. الله يسعد لي. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا. نرجع لعلي وتغريد يعني مع كمية هذا الجنون اللي شفنا قبل شوي. الله يسعد قلبك. شكرا لك يا يوسف.